وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. مساء الخير سعادة الوزير. أهلا وسهلا في مركز الأخبار. أهلا وسهلا وتحية أيضا لمشاهدينا الكرام، إن شاء الله دائما نلتقي معكم على الخير. نعم سعادة الوزير، كما ذكر التقرير إنجازات حقيقة عديدة حققتها وزارة التربية والتعليم على المستوى الإقليمي والدولي يعني خلال العام المنصرم، من انطلق التزام الوزارة حقيقة بتقديم خدمة تعليمية يعني ذات جودة عالية. لو تحدثنا أكثر عن هذه الإنجازات. أخ علي اسمح لي في البداية أن يعني أرجع الفضل لأصحابه. نعم. في البداية أن هذه الإنجازات أتت بالدعم الكبير والمساندة المستمرة التي تجدها وزارة التربية والتعليم من قيادة بلدنا العزيز. نعم. وهذا هو الذي مكن الوزارة ووفر لها الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة لتحقيق هذه الإنجازات. وهناك كلمة حق أيضا أن هذه الإنجازات هي جهد متواصل. نعم. من أخوة كرام في الميدان التربوي أو في قطاعات الوزارة يبذلون كل جهدهم من منطلق وطني بحت هدفه خدمة البحرين، الارتقاء بالتعليم الذي هو عصب التنمية وحجرها الراسخ. نعم. وكذلك أيضا التعاون وثقة أولياء الأمور بوزارة التربية والتعليم، فنحن شركاء في فرحة دائما ننتظرها وهي نجاح أبنائنا وتحقيق أفضل النتائج. نحن في قارب واحد، هو قارب العطاء تحت مظلة واحدة هي سماء الوطن. فلو نظرنا حق الإنجازات، يعني أنا لن أتطرق للإنجازات العادية لأن أنت ما شاء الله الفيلم كان واضح، لكن حرصا على الوقت يعني وقت المشاهدين الكرام سوف أركز على أبرز إنجازات بتقارير ليس صادرة من البحرين وإنما تقارير عالمية ودولية، وهي المرجعية الأساسية لدى المنظمات التي تقيم مستوى التنمية، نوعية الخدمات التي تقدم في هذا البلد وغيرهم من الدول. نأتي إلى تقرير التعليم للجميع، وهو تقرير يصدر من منظمة اليونسكو التي تعتبر منظمة دولية عتيدة تقاريرها مرجع أساسي، عندما أشارت أن الإنجازات التي حققتها البحرين وكانت لسنوات طويلة في الفئة الأولى من الدول التي تقدم أداء تعليمي متميز والأعلى عربيا في كثير من المجالات، فهذه شهادة حق دولية. نعم. لم تصدر إلا من قبل جهة تدقق وتفصل وتحريص على كل سمعتها. نأتي إلى منظمة أخرى تقاريرها مرجع أساسي لدى الجهات العالمية، لدى الأمم المتحدة، البنك الدولي واليونسكو وغير ذلك من الدول التي تقيم أداء الدول تنمويا وتعليميا. نعم. مثلا نأتي إلى الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم، وهي اختبارات معروفة بدقتها ونظامها التيمز، وهي اختبارات دقيقة. حتى تستطيع الدخول في هذه المسابقات هناك متطلبات، لذلك عدد الدول يتراوح بين 59-60، في حين أن عدد دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة يفوق ذلك بكثير، لأن الاشتراطات قوية ومتطلبات عديدة. ولله الحمد مملكة البحرين حققت إنجاز على الصعيد العربي وعلى الصعيد العالمي، وأعتقد لأكثر من مرة أنه تحقق إنجاز فيها. يعني إحنا شاركنا فيها لأكثر، لكن الإنجاز الكبير الذي تحقق عندما صدر تقرير رسمي من هذه المنظمة عن الاختبارات النهائية. ماذا قال هذا التقرير؟ قال هذا التقرير أن مملكة البحرين مقارنة بهذا بآخر امتحان والامتحان الذي قبله حققت 45 درجة نسبة التقدم، درجة معيارية. إذن كنا الأعلى على جميع دول العالم التي شاركت في هذا في هذه الاختبارات من حيث التقدم مقارنة بالامتحان الاختبارات السابقة والاختبارات الحالية. إذن هذه شهادة دولية. نأتي أيضا إلى بعد اختبارات عالمية تصدر ويعتد بها من منظمات التجارة العالمية، كل المنظمات المعنية في تقييم الدول تنمويا وتعليميا. دخلنا في اختبار المهارات القرائية لأول مرة نشارك. نعم. وهذه
نتيجة أيضا أشكر فيها أبنائي الطلبة وأولياء أمورهم الكرام وأخواني في الميدان وفي الوزارة، عندما تمكنت طالبات مملكة البحرين من الحصول على أعلى نتيجة على جميع الدول العربية طلبة وطالبات في أول مشاركة. نعم. السؤال لماذا احنا نشارك في هذه الاختبارات العالمية؟ أول لأن يعتد بها دوليا، ثانيا نقيم أدائنا، ثانيا نعرف أين نقاط القوة ونطورها ونقاط الضعف ونعالجها سواء على صعيد المنهج أو على صعيد التدريب. فلذلك نلجأ إلى هذه الاختبارات التي يعتد بها، فهي أيضا أعتقد هذه أكبر شهادة. نعم. عندما تأتي من قمة المؤسسات العالمية. طيب سعيد الوزير، خلينا ننتقل إلى موضوع آخر، هو موضوع الموازنة يعني أو الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم، هي ميزانية حقيقة لا شك كبيرة. كيف تعمل الوزارة على استغلالها، الاستغلال الأمثل في مجال برامج الوزارة؟ صحيح، الوزارة الميزانية لو تنظر خلال السنوات هناك كل سنة في نسبة زيادة في الموازنة، وهذا الذي مكننا من تغطية التكاليف في الباب الأول، الأجور والرواتب، وتقديم أيضا في خدمات تعليمية. أنا أعطيك مثل لو سمحت لي، يعني لو بعدد بيكون الوقت طويل. نعم. ونحاول نختصر، وخير الكلام ما قل ودل. نعم. يوميا احنا ننقل 37 ألف طالب من البيت إلى المدرسة وبالعكس، في تكلفة سنوية ندفع حوالي 5 مليون دينار وأكثر شوي لهذه التكلفة للنقل، وهناك سيارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. اليوم 75% من مدارسنا الموجودة، 75 مدرسة يعني. نعم. تطبق سياسة الدمج. نأتي إلى الكتب، هناك أكثر من 2 مليون دينار فقط للكتب وهي مجانية، ليس فقط في المدارس الحكومية، وإنما هناك مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواطنة، مواد اجتماعية، حتى الطلاب البحرينيين اللي في المدارس الخاصة تقوم الوزارة بصرف هذه الكتب حتى لا يقوم الأهالي بتغطية تكلفة هذه الرسوم. نعم. أو رسوم الكتب. إذا نأتي إلى هذا الجانب، نأتي بعد إلى شق آخر مهم جدا، وهو الأعداد الكبيرة التي نقوم سنويا بتوفير الخدمة التعليمية لها. نأتي الآن اليوم إلى التمكين الرقمي الذي تفضل به سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عندما طرح مشروعه الرائد الذي نقل التعليم خطوة إلى الأمام غير مسبوقة، وهو مشروع جلالة الملك حمد. نعم. لمدارس المستقبل. هذه هناك تعليم إلكتروني اليوم. نعم. هذا التعليم الإلكتروني يأهل الطلبة لمزيد من التقدم ومتطلبات الجامعة، وهو تعليم مكلف يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى أجهزة مستمرة، وبالعكس إحنا نتوسع اليوم في هذا التعليم لأن هناك دعم لنا. واليوم يعني على البوابة الإلكترونية أكثر من 300 كتاب إلكتروني غير الإثراءات الموجودة، وهذه كلها جهد لخدمة الأولياء الأمور والطلبة. واليوم أعتقد أن كثير من الطلبة. نعم. يحب يستخدم هذه الأجهزة ويتعامل معها، وهي أسلوبها أيضا مشوق للتعليم. نعم. سعد الوزير، طبعا نعتذر منك لأن ضيق وقت النشرة، وحقيقة إنجازات وزارة التربية تحتاج إلى مساحة أكبر. على العموم شكرا سعادة الوزير. أنا أكد لك يا أخي أن احنا وزارة التربية والتعليم لن تدخر جهدا سواء على صعيد. نعم. التعليم العالي أو على صعيد التعليم بشكل عام بكافة مراحله، هدفنا خدمة الطلبة. نعم. تقديم أفضل الخدمات، لأن حنا ننفذ توجيهات قيادتنا الحكيمة ومنص عليه دستور. نعم. مملكة البحرين، لن نستمر عند نقطة معينة. شكرا. وإنما دائما إلى الأمام. شكرا بفضل تعاون الجميع. شكرا جزيلا.